الحاج فاروق العمري والد الوزير العمري فاروق، وماذا قال بعد حفل التأبين؟ أولا أنا بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل على حفل التأبين وعلى المجهود الكبير اللي بيعملوه لابني العمري فاروق. صحيح قضى وتعب وشقي وحبه للنادي الأهلي كان رهيب، ما كانش بينام أكتر من 3 ساعات في اليوم، كان بيرجع من نادي الأهلي الساعة 3 صباحا وكان بيتعب وينزل شغله الصبح الساعة 7 في المدرسة عندي. ليه يا عمري يا بابا 3 ساعات حرام؟ طب كنت تنزل الساعة 7 والساعة 10 الساعة 11، ما أنا موجود يا حبيبي. يقول لي يا بابا أنا بحب شغلي وما اقدرش اسيب شغلي ولا ثانيه، وانا روحي في حاجه اسمها النادي الاهلي. قضى حياته كلها وحبه ومات جوه النادي الاهلي. هو فعلا من صغره بيموت في حاجه اسمها الاهلي، وعلى الرياضه على مستوى مصر كلها، وكان بيعمل خدمات ليس لها حصر بدون مقابل، سواء بره النادي اعضاء او خارج النادي او جوه النادي. كان بيحب يعمل الخير كتير قوي، ويمكن هو ده اللي قاعد له. والحمد لله ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته ويرفعه في الفردوس الاعلى، وربنا يكرمنا ويصبرنا على فراقه.